اهلا، اليوم سويت معكم براونيز، اتمنى يعجبكم. لذيذ وسهل، بس اتمنى تتبعون الخطوات. اول شي راح نحتاج شوكليت داك، عندي هنا النوعيه هذه، صورتها معكم بالفيديو السابق، قطعتها بس قطع صغيره واستخدمت كاكاو باودر. وعندي هنا نسكافيه، راح اخليهم على جنب وبعدها راح اذوب الزبده لين تذوب بالكامل، وهي حاره راح اصبها على الخليط اللي سويناه بالبدايه واخليها على جنب كذا دقيقتين او 3 دقائق، وبعدين اخلطها وراح يطلع لي خليط بهذا الشكل. اما للجزء الثاني عندي سكر ابيض وسكر بني رطب، وبعدها راح اضيف 6 بيضات. طبعا لا تنصدموا من كميه البيضات، ما راح تحسون فيها بالبراونيز. وراح احط رشه الملح والفانيليا، وبعدها راح اخلطها بالخلاط الكهربائي لين يصير خليط كريمي، وهذا السر. وبعدها راح اضيف عليهم الخليط اللي سويناه بالبدايه بعد ما يبرد، واخلطها بشويش لين يتجانس الخليط. وبعدها الخطوه الاخيره اللي هي الدقيق، راح احط كوب دقيق وبس، راح يطلع لنا خليط كذا ثقيل. راح احطه بالصينيه، عندي صينيه مربع، انا كفت صينيتين، راح اعطيكم المقاس الصحيح للصينيه. وبعدها راح احط ورق زبده واحط البسكوت، هذا استخدمت هذا البسكوت المالح، وراح ادخلها الفرن لمدة 20 دقيقة. اول 10 دقائق راح اطلعها من الفرن، راح اخبطها زي كذا بهذا الشكل عشان تطلع لي شقوق على الوجه، وراح ارجعه بالفرن مرة ثانية يكمل استواء. انا حطيت بالخطوة هذه رشة الملح اللي هو ملح البحر، وهذا شكلها بعد ما برزت بالكامل. راح نقصص على شكل مكعبات، جربوها وعليكم بألف عافية.